من مكة المكرمة. أنا دكتور محمد عزت، أستاذ علم الأجنة والتشريح المقارن، قسم الأحياء بالكلية الجامعية بالجمون جامعة أم القرى. إن شاء الله هكون معاكم النهاردة في محاضرة، هي محاضرة شيقة وجميلة. هي المفروض إن هي ورشة عمل يعني، لكن من خلال ويبينار تبقى يعني شبه محاضرة يعني، النشر العلمي الدولي. يمكن لو هي يعني المفروض إن هي تتقال يعني كورشة عمل، فبتبدأ بالتعارف، لكن لضيق الوقت يعني مفيش وقت إن إحنا إن شاء الله يعني بس أنا نتعرف يعني، لكن يشرفني ويسعدني إن شاء الله بعد كده لو حصل نصيب نتعرف إن شاء الله هناك عندكم إن شاء الله أو عندي. نصات الجلسة طبعا، ده المفروض لو كانت الجلسة ورشة عمل المفروض يبقى فيها مناقشات، المفروض يبقى فيها عصف ذهني، المفروض المحاضرة فكر وشارك ورش عمل دراسة حالة ومش أكتر دي، وبعد كده التقييم. لكن طبعا وينار أعتقد يعني مش هيبقى قد كده. يمكن أول حاجة إيه، ليه النشر العلمي الدولي؟ ليه إحنا بننشر دوليا يعني؟ ليه إحنا بننشر دولي يعني؟ إيه أسباب النشر؟ مشاركة في المعرفة العالمية، السماح للباحثين للبناء على ما توصلت آليته إليه الأبحاث الجديدة، الارتقاء الوظيفي، إن الواحد يترقى بالبحث، زيادة فرص التعاون البحثي بين الباحثين وبعضهم. البحث العلمي لا يكتمل إلا بالنشر، زي ما حضراتكم كلكم عارفين يعني أساتذتنا، إن البحث العلمي يظهر في حديث الأدراج حتى ينشر. أهمية النشر العلمي الدولي، يمكن ارتقاء بتصنيف الجامعات، ده أول شيء أهم حاجة بترتكز عليها تصنيف الجامعات اللي هي البحث العلمي، الارتقاء بجودة الكتابة العلمية للرسائل والإطروحات، زيادة فرص الحصول على المنح والمشاريع، زيادة فرص الحصول على الجوائز العلمية. حقائق عن النشر العلمي الدولي، أول حاجة يمكن أول حاجة تيجي على بال الباحث على طول الفلوس، يا ترى النشر العلمي الدولي هيكلفني فلوس؟ في الحقيقة إن البحث العلمي في المجلات المرموقة لا يكلف أموال، لكن يكلف جهد. يعني لا يكلف أموال، يكلف جهد. في العكس لو هي مجلات بيقولوا تحت السلم، مجلات تحت السلم بتاعك عايزة منك فلوس بس، تاخد فلوس وتنشر لك على طول. بعد كده المدة الزمنية، المدة الزمنية تقريبا في المجلات المحترمة من 3 ل 6 شهور. 3 ل 6 شهور دايما يتنشر البحث. أبرز التحديات اللي تواجه النشر الدفعية للإنتاج وانتظار الترقية، وبالتالي الباحث ممكن يستعجل ويبدأ يكتب أي حاجة أو بسرعة عايز يترقى فيبدأ ينشر، يبقى النشر مش كويس، أو يبدأ يلجأ اللي هي المجلات اللي بفلوس اللي هي تاخد منه فلوس وتنشر له على وضع البحث. المشاريع المكثفة اللي طبعا الوضع الإداري حضراتكم عارفين كلكم يعني، الناس اللي ماسكين مناصب إدارية عارف إن الوقت كله ضايع، الوقت كله ضايع في الورق بين المكاتب والأوراق وكده. نقص الخبرات والقدرات والمهارات للاستاذ، ده المنهج لا تهتم بالتعريف، يعني الطالب بمجرد ما يتخرج بيبدا على طول يهتم بالسكاشن والمحاضرات وموضوع البحث بيبقى الا ما رحم ربي يعني خلف ربي. ضعف التمرس باللغه الاجنبيه وخاصه اللغه الانجليزيه، وده طبعا دي ظاهره عندنا موجوده. ضعف التشجيع من قبل المؤسسات والكليات والجامعات اللي هو دعم البحث العلمي يعني من خلال المشاريع او من خلال الفن. يمكن طريق زي ما الصوره بتوضح، طريق النشر الدولي مش سهل، طريق النشر عشان البحث بتاعك يتقابل ما هو سهل، دايما هتلاقي ناس كتير واقفه في طريق لحد ما تنشر. حتى من المجله نفسها يعني، حتى المجله نفسها المحققين بتوعها دايما هتلاقيهم دايما يردوا عليك ويشرفوا لك البحث، يعدلوا فيه يعني يعذبوك شويه لحد ما تنشر في المجله المرموقه او المجله المحترمه. توقعات المشاركين طبعا المفروض ان دي تبقى ورشه عمل وانتم تكتبوا توقعاتكم وكده، لكن طبعا عشان الوقت وعشان الويبينار مش هنقدر نتكلم فيه. يمكن ده تقديم بطلان الجامعات على مستوى العالم على مجموعة تحديات المستقبلية في تطوير البحث العلمي ومهد التعليم الجامعي، وتعتمد سمعة البحث العلمي في أي جامعة على حد كبير على عدد البحوث المنشورة وتأثير المجلات اللي منشور فيها البحوث والسيتيشن. ويرجع تقدم الجامعات التميز عالميا جودة تميز الباحثين بها جودة النشر العلمي. يمكن لو هو في عندكم أستاذين مثلا هايلي سيتد في الجامعة بيعملوا رد يزودوا رانك الجامعة. وإذا تحدثنا عن الآليات اللي واجب اتباعها تحقيق جودة البحث العلمي، في مقدمتها على طول رفع المهارات البحثية لعضو هيئة التدريس، ده أول شيء. كل ما يخص البحث العلمي من اختيار الموضوع وكيفية إعداد خطة لأي بحث علمي وجمع المعلومات والتحليل والنشر في المجلات العلمية. أبرز النقاط اللي بيتعين على الجامعات العربية التركيز عليها لتحسين مهارات النشر العالمي، نشر الوعي. أول حاجة إن إحنا زي المحاضرة اللي إحنا بنقولها دي، المهم إن النشر العلمي، النهوض بالبحث العلمي على مستوى كل جامعة على حدة، دائما تشجيع البحث العلمي، تحسين وضعيه الانتاجيه العلميه اعضاء التدريس من خلال التبادل المعايير العلميه وفي الطرح والمعالجه المنهجيه، تشجيع اعضاء التدريس على الاسهام في عولمه المعرفه.
وتحقيق الحضور العلمي عبر تدريس الجامعات والتمويل إليها، دعم المشاركة في النشر العلمي والمؤتمرات الدولية وهكذا. دعم النشر العلمي أن يتصدر الأرقام في أولويات الجامعات المعاصرة، أن هذا يعد معيارا معتمدا في الحكم على مدى قيام الجامعة. الهدف العام عايزين نعرفكم إيه هو النشر، يعني مش هنعرفكم، يعني اسمحوا لي أنتوا أساتذتنا كلنا، يعني مجرد إحنا نسترجع مع بعض إيه هو أي إس أي وإيه سكوبس وإيه الكلام اللي هما الناس بدأت تركز عليه في الأونة الأخيرة. يمكن أهمية النشر في الدوريات العالمية المدربة في أي إس أي وسكوبس، زي ما قلنا زي ما قلت لكم في الأول، المجلة العلمية المحترمة والمجلة العلمية اللي تحت السلم، على طول يجي في بالك على طول، طب منين أعرف المجلة العلمية المحترمة والمجلة العلمية تحت السلم؟ أي إس أي بيقول لك، سكوبس بيقول لك والله المجلة دي أنا بعترف بيها والمجلة دي أنا لا أعترف بيها، وبالتالي البحث بتاعك اللي منشور في مجلة عندي أنا خلاص أوريدي أنا بحترمه، وحتى لو ملوش إمباكت، بس أهم حاجة يكون مدرج ومفحص. يعرف متطلبات ومعايير النشر العلمي، يحدد خطوات إعداد البحث الجيد، يعرف السيرة الكتابة العلمية، يختار الدورية المالية، يحدد معامل تأثير المجلة إمباكت فاكتور والإتش إندكس، وده مهم جدا، يتابع آليات وخطوات النشر الدولي، يتعامل مع المجلات الأكاديمية عبر الإنترنت. يمكن نوضح من وجهة نظرك المقصود بالبحث العلمي وخطواته. طبعا كلكم أساتذتنا وعارفين إيه هو البحث العلمي، إما اكتشاف معرفة يا إما دراسة جدوى أو استعلام أو اختيار. هو ده المهم، أنا عايز أعرف يعني أي إس أي، يعني إيه كلمة أي إس أي؟ أي إس أي الحروف الانستيتيوت ساينتفك انفورميشن. يعني إيه انستيتيوت ساينتفك انفورميشن؟ مجموعة من قواعد البيانات، يعني جم معهد أمريكي اسمه تومسون رويتر، والله قال لك جمع عمل قاعده بيانات كبيره للمجلات اللي يعترف بيها هو، او المجلات اللي خلاص اوريدي ويل استابليشد، ومجلات بتصدر باستمرار، ومجلات ما هيش وهميه زي ما بيقول، وجمعها كلها وعملها قاعده بيانات وسماها اي اس اي. وبعد كده تومسون رويتر اشترك فيرست، ودخلت بقى مجموعه فهارس، بقى مجموعه فهارس اتساع علمي موسع سي اس اي، فيرست العلوم الاجتماعيه اس اس سي اي، والعلوم الانسانيه والعلوم التطبيقيه والعلوم الاجتماعيه. وطبعا في عدد مهول من الاوراق العلميه المنشوره. يمكن اول واحد عمل اي اس اي يوليان جارفيلد في سنه تقريبا في 2004، تقريبا في 2004 عمل اي اس اي دي في بدايه التسعينات، وتم شرائها بواسطه شركه تومسون رويتر. طيب ايه هو المقصود بسكوبس؟ المقصود بسكوبس ده اكبر قاعده بيانات عالمي على مستوى العالم. طيب واحد هيقول لي طيب يعني سكوبس ده اي مجله ما لقاهاش فيه تبقى تحت السلم؟ لا، يمكن في مجله مع حضراتكم كلكم عارفينها، مجله النيتشر، مش موجوده في سكوبس، يعني المجله دي ومجله اللي بينشر فيها ده خلاص يعني الطب، ومع ذلك هي مش موجوده في سكوبس، مش كلها يعني مش كل المجلات. طيب منين اعرف المجلات اللي موجوده المدرجه او تحت السلم؟ هنعرف دلوقتي من خلال موقع ثاني اسمه اس جي ار. طيب ايه هو سكوبس؟ سايمو جورنال رانك اس جي ار، هو ده الموقع اللي بقول لكم عليه اللي هو اس جي ار، هنشوف دلوقتي ان شاء الله وهنشوف سكوبس، هنتصفح الموقعين وهنعرف ازاي نتعرف عليه. يعتبر من قبل الكثير المنافس الاساسي لاي اس اي جوجل نوليدج، يعني سكوبس بينافس اي اس اي. لا 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 انت بتخش جوه. وتعتبر سكوبس اكبر قاعده بيانات استخدام وتكشف فيها 1800 مليون مصدر فرعي وهكذا، يعني مش عايزين نتكلم في تفصيل، ان هي اكبر قاعده بيانات عالميه ومعترف بها دوليا. بعد كده ال اي اس اس ان حضرتكم عارفين كله، انترناشونال ستاندرد سيريال نمبر، ده اللي بتاخده المطبعات، مكون من 8 ارقام بس بينهم علامه داش. بعد كده فول سيرش ارتكلز، ايه هو الفول سيرش ارتكلز؟ كلكم عارفين اللي هو الفول سيرش ارتكلز اللي هو بيتكلم، بتبقى مكون من انترودكشن والابستراكت، بيتكلم من هيئه البحث اللي هو البحث العادي اللي حضرتكم كلكم عارفينه. طب ريفيوز، الريفيوز الريفيو ارتكل زي ما بيقولوا، الريفيو ارتكل يعني ما بقاش بحث تطبيقي او بحث تجريبي، مجرد تجميع لبحوث سابقه. مجرد تجميع لبحوث سابقه بيستشهد بها مقالات السابقه بإلقاء الضوء على بعض الاكتشافات التي نشرت حديثا حول المراجع التي تشهد تطورات متلاحقه، وقد لا تحتوي على مقالات المراجع عن نتائج او وجهات نظر، ما بقاش فيها نتائج ولا وجهات نظر، هو مجرد بيسرد وجهات نظر الناس اللي قبله، بيسموه ريفيو ارتكل حضرتك كلكم عارفين. السيتيشنز، ايه هو المقصود بالسيتيشنز؟ يعني يمكن ده اهم شيء وهو ده محور يعني الكلام، محور الكلام كله السيتيشنز. يعني ايه سيتيشن؟ استشهادات. الاستشهاد ده ان الناس تستشهد ببحثك، يعني يقولوا والله محمد عمل بحث وقال كذا، ده استشهاد. او انا نفسي استشهد بالكلام اللي انا قلته في بحث سابق في بحث جاد، ده استشهاد يعتبر سيتيشن. وبيحدد الاتش اندكس بتاعه، يعني لو واحد عنده ثلاث بحوث
مثلا، واستشهد وتم استشهاد بثلاث بحوث 3 مرات على الاقل، يبقى الاتش اندكس بتاعه تقريبا 3. وكل ما زاد الاتش اندكس والامباكت فاكتور بتاع المجلات اللي انت ناشر فيها، كل ما زاد السيتيشن بتاعك. متطلبات اساسيه للناشر في المجلات العالميه كل ما حفظناها، وضوح الغرض، الدقه والتركيز، اهميه التزام بالست الدوريه، المراجعه الغير معلنه، الالتزام بالمواعيد. فائده اي اس اي سكوبس بالنسبه لك باحث، ايه فائدتها؟ ان هي بتساعدك على التعرف على المتعاونين ذو معرفه جيده، بتساعدك في اظهار عملك ومدى تاثيره، لان طبعا اي بحث يتنشر في مجله مدرجه ومفهرسه يبقى له قيمه، وبالتالي تبدا الناس كلها ممكن تستشهد بيه، غير ما يكون منشور في مجله مش مفهرسه ولا مدرجه في اي اس اي سكوبس. بتوفر عليك الوقت بسهوله، انك تحصل على بنات سوف تكون على اطلاع بجميع التفاصيل. قواعد النشر في مجله علميه ضمن اي اس اي سكوبس، تاكد ان المجله ضمن، تاكد الاول ان المجله موجوده في سكوبس واي اس اي، تاكد من اسم الناشر استمراريه صدور المجله، المجله دي بتصدر، ما مش تصدر السنه دي والسنه الجايه خلاص فين ولا حاجه. يجب ان يكون موضوع بحثك يتماشى مع اهداف المجله، يعني مثلا ما يبقاش بحثك في السيكولوجي تبعته للنيورولوجي. بعد كده تاكد رد في وعاء معين، مش معنى ان بحثك انت بعته واترفض في مجله معينه يبقى دي نهايه الدنيا، ومش معنى ان اتقبل برضه ان هو لا يشق له غبار، يعني لا دي ولا دي. يعني اللي راح البحث تعليمات المساق الاخلاقي ان الاس اكس اللي احنا كلنا عارفينها، يجي راح البحث المين سكريبت بريبريشن اللي يجرى الكتابه والطباعه تبع المجله، يعني قبل ما تنشر في مجله تشوف بحوث سابقه او تشوف ايه المجله، ايه الشكل اللي المجله تطلبه، لان في احيانا البحوث بتترفض عشان التنسيق بس. بعد كده في مجله باللغه العربيه اللي تضمن ملخص، في يا ترى في مجلات الاي اس اي سكوبس باللغه العربيه، في بسيطه بس مجلات محدوده جدا يعني. طب يا ترى في مجلات سعوديه اي اس اي سكوبس؟ اه في مجلات سعوديه وفي مجلات مصريه، في مجلات سعوديه وفي مجلات مصريه لكنها بتضرب الانجليزي، وفي مجلات باللغه العربيه بس بسيطه محدوده. طيب كمان النشر، اتكلمنا الابحاث التصوير من اي نوع، عند نشر الابحاث فيها عمليه تحليل لازم تكون التحليل الكيميائي بتاعك او التحليل الهرموني او التحليلات الطبيه، ترجع لابحاث قبل كده وتشوف الطريقه اللي عارضينها، والله الطريقه عارضينها ازاي، عارضينها جراف، عارضينها جداول، الطريقه اللي مستخدمينها لازم ترجع ليها. عند كتابه المراجع برضه نهايه كل بحث يجب مراعاه لكل تخصص، لكل مجله طريقه خاصه ومميزه في كتابه المرجع، والله هم عايزين المرجع بالارقام، عايزين المرجع بالكلام، عايزين المرجع ترتيبه ازاي وهكذا، المراجع الخاص زي ما قلت لحضراتكم اللي هو تنسيب بس، وحضرتكم اساتذتنا وكلكم عارفين يعني هو مجرد بس تذكير بس في بدايه المحاضره. عند نشر اي بحث في اي مجله يجب ان يتضمن محاور تاليه، طبعا حضرتكم عارفين اللي هي الابستراكت، الملخص الاول، الملخص ده من الاخر هو ملخص البحث في كل شيء، في المقدمه، في منهجيه البحث، في النتائج، في الكولوجن، في كل شيء، الابستراكت يعني مجرد تقراه تعرف البحث اللي بيتكلم عليه، المفروض الابستراكت يكون كده. في كلمات مفتاحيه، في المقدمه، في الميثودز، في الدسكشن، في الكونكلوجن، في الريفرنس. حلو، نيجي لموضوع الامانه العلميه. يمكن لو واحد مثلا دخل على بحث مثلا ومش هنقول يعني عمل حاجه اسمها، انت حضرتكم تعرفوا اللي هو موضوع اللي بيسموه الامتحان او برامج اللي هي برامج السرقه العلميه، ما نسميهاش سرقه، اللي هي برامج السرقه العلميه، يمكن الشيء دي المقصوده في الامانه العلميه اللي انا اقصده، لان ده بيترفض من المجله او بيقول لك والله خد اعمل له، اعمل له انتحال او استلال او كشف استلال ورجعه. وهو في مجلات بتستر دي، يعني مثلا تتابع 25 كلمه ورا بعض، يعني مثلا خدت مثلا محمد عزت قال كذا وتكتب الكلام اللي محمد عزت قاله بالظبط بدون ما تغير فيه كلام او بدون ما تقوله بطريقتك انت، ده يعتبر اسمه استلال او اقتباس، لكن ما هوش سرقه، ما هوش سرقه علميه. والمجله بترجعه وتقول لك اعمل له استلال، كشف استلال على التيرنت ان او الاي سنتيكيت، على برامج معينه الكشف استلال موجوده في كل الجامعات دلوقتي وبتاخده تقبله تاني. امال ايه اللي هو ريتراكتد؟ تبقى الفضيحه ان المجله ما بتسمحش بيه، ريتراكتد ان انت خدت صوره من بحث قديم، خدت جراف من بحث قديم، خدت نتائج معينه من بحث زي ما هي سرقتها حطتها، يعني خدت بحث كامل. في ناس بياخدوا بحث كامل يلزقوا ويكتبوا اسمه. طبعا ده المجله ما تسحب البحث، لا لازم تفضح البحث زي ما حضراتكم شايفين، يتحط عليه باللون الاحمر كلمه ريتراكتد، يعني الراجل ده حرامي، كل اللي موجودين على البحث، وافضل طول العمر على المجله
طول العمر على المجلة إن خلاص انتهت، والباحث كده يكون اتدمر كباحث علمي، الباحث وكل اللي موجودين على البحث معاه. أو عند ثبوت عدم الأمانة العلمية يتم إبقاء على البحوث، ما يسمحوا يعني، هو لو سحبه يبقى رحمه، ما يسحبه، يكتب له باللون الأحمر عليه وبالحجم الكبير على كل صفحات البحث ريتراكتد، عشان كل واحد يخش يعرف إن يبدأ يراجع ده فلان من جامعة كذا. فكل واحد يعني طبعا مش بقول لحضراتكم يعني، حضراتكم يعني أساتذتنا وعارفين كل الحاجات دي أكتر مننا. طيب الآلات المستخدمة لقياس وجودة البحث، منين نحكم على البحث بتاعه على البحث ده والله إذا كان جيد ولا مش جيد؟ يمكن ده الموضوع نسبي، أنا عن نفسي أنا مش مقتنع بيه، اللي هو الإمباكت فاكتور والأسر اتش اندكس، لكن المعترف به دولي بيعتمدوا على عامل تأثير المجلة والاتش اندكس بتاع البحث، بيقيم عليه جودة البحث. أنا عن نفسي الكلام ده ما يقنعنيش يعني بصراحة، يعني ممكن أنا أنشر في مجلة الإمباكت فاكتور بتاعها مش كبير، وفي نفس الوقت البحث قيم جدا، وممكن انشر في مجله الامباكت فاكتور بتاعها عالي والبحث يعني مش قد كده. كذلك الاتش اندكس بتاع البحث، الاتش اندكس ده زي ما قلت لحضراتكم ان هو بيتوقف على يعني سن البحث نفسه كمان، في يعني واحد مثلا بينشر بقاله 50 سنه مثلا، ال 50 سنه دول مثلا عمل فيهم 10 بحوث، عدد الاستشهادات في ال 10 بحوث ده مثلا بيشوفه كام؟ يوصل الاف ممكن عدد الاستشهادات، وبالتالي الاتش اندكس بتاعه دي. طيب لو باحث بينشر بقاله سنتين وبرضه نشر 10 بحوث، عدد الاستشهادات بيبقى كام؟ بيبقى قليل، لان وهكذا الاتش اندكس بتاعه قليل، مش معنى ان اللي بقاله 50 سنه بينشر احسن من اللي بقاله سنتين بينشر. يعني بس هو ده المعترف به، يعني هو ده المعترف به في تقييم البحث، الامباكت فاكتور والاتش اندكس بتاع البحث. ايه هو الامباكت فاكتور؟ الامباكت فاكتور له علاقه رياضيه، علاقه رياضيه وبتطلعش الا بعد سنتين. ما تطلعش الا بعد سنتين ليه؟ لانها بتساوي عدد الاستشهادات في السنه الاخيره، عدد الاستشهادات للمجله لكل البحوث المنشوره في المجله، على عدد البحوث المنشوره في اخر سنتين. يعني عدد الاستشهادات في اخر سنه، يعني مثلا احنا مثلا في 2019، اما تخلص 2019 يطلع الامباكت فاكتور بتاع 2017. يعني دلوقتي الامباكت فاكتور الموجود امتى؟ بتاع 2017، لانه على اخر سنتين. وحتى هنشوف دلوقتي، هنشوف الامباكت فاكتور بيتحدد ازاي. وطبعا حصل امباكت فاكتور كون مؤشر الذي يقاس به اهميه الدوريه، لانه بيركز على السيتيشن، زي ما قلنا عدد السيتيشن في اخر سنه على عدد البحوث المنشوره في اخر سنتين. بيديني الامباكت فاكتور بتاع المجله. اهميته طبعا تقييم المجله وتصنيفها، وبتاخد القرار مثلا ان انت مثلا لو انت عايز تنشر بحثك بتبدا تتجه للمجلات الامباكت فاكتور بتاعها عالي. وفي المشاريع، بعض المشاريع والتمويل الحكومي يشترط عليك يقول لك والله انت عايز الفند ده تنشر لي في مجله الامباكت فاكتور بتاعها عالي. بعد كده مؤشر الاتش اندكس زي ما قلت لحضراتكم هو علاقه ما بين السيتيشن وعدد البحوث المنشور. وزي ما ضربت لحضراتكم المثال اللي هو ثلاث بحوث واستشهد بكل بحث على الاقل ثلاث مرات، يبقى الاتش هو علاقه خطيه كده، يعني مش يعني ما بتحسبش حتى في المعادله، بتبقى علاقه خطيه وبياخد الخط المتوسط يعني. لو واحد مثلا عنده 10 بحوث ويستشهد بكل بحث على الاقل 10 مرات، يبقى الاتش اندكس بتاعه 10 مرات وهكذا. ازاي اجيب الاتش اندكس؟ ازاي تجيب الاتش اندكس؟ والله من موقع اسمه وابلش هذا الموقع ده، لو الموقع ده دوست عليه كده هو ده الموقع ده. تخش على الموقع ده يا اولاد يا جماعه، تخش عليه تلاقي فيه harzing.com. harzing.com ده يقول لك publish or brush. حلو، ما يديكش تخش تدخل اسم الباحث يعني، لا ده انت لازم تنزل برنامج داونلود فور ويندوز، داونلود فور او اس اللي هو الايفون، وبعد اللي كده لينوكس عشان تنزله، وبعد كده تبدا تدخل اسم الباحث يطلع لك عدد البحوث ويطلع لك الاتش اندكس ويطلع لك كل شيء بالصوره اللي انت شايفينها. يعني هو ده الاتش اندكس، منين اعرف الاتش اندكس بتاع اسر معين؟ من خلال الموقع ده. طيب بعد كده انواع الاوراق البحثيه، طبعا اصحاب الاساتذه كلنا عارفين الاوراق البحثيه المعتاده اللي هي الريسيرش بيبر بتاعتنا كلنا، الاوراق المرجعيه اللي هي ريفيو ارتكل، الاوراق البحثيه اللي هي النوتس اللي بيسموها ريسيرش نوتس شورت كوميونيكيشن. وطبعا في الترقيه هي الاولى من نوع المعتمد في الترقيات، عشان بس يعني
لا توفر جهدك ومجهودك. يعني لو واحد هيعمل ريفيو ارتكل، هيعمل ريسيرش نوت، يمكن في الترقيات هي ريسيرش بيبر، هي مثلا انواع المجلات والدوريات، المجلات اللي هي المحكمه. ايه هي بير ريفيود وايه السبورت اوبن اسس؟ بير ريفيود دي مجلات مجانيه، مجلات كلها مجانيه وغالبا بتبقى قويه جدا. طب ايه سبورت اوبن اسس؟ اه سبورت، لما اشوف كلمه اوبن اسس اعرف ليه بفلوس. سبورت اوبن اسس بتديك الاتاحه انك تدفع فلوس وافتح لك بحثك عشان تعمل له سيتيشن، او اقفل لك بحثك اخليه مقفول لمده 12 شهر مثلا، يعني حق انتفاع بالبحث يعني زي ما بيقولوا، بحيث ان اي باحث عايز يخش ياخد بحثك او من على المجله يشتري. سبورت اوبن اسس. يمكن في طريقه ثانيه الناس بتتغلب بيها على الطريقه دي، يعني ازاي انا انشر في مجله ببلاش وفي نفس الوقت بحثي يبقى متاح، لكن هي طريقه يعني فيها محاكم وفيها جدل وفيها شكاوي كتير، انك تاخد بحثك وتحطه على مواقع التواصل البحثي زي ريسيرش جيت والاوركيد والسيرشر اي دي، المواقع التواصل البحثي. بعد ما تنشر بحثك في مجله بير ريفيود او مجله سبورت اوبن اسس وما دفعتش لها فلوس، بتحط بحثك ابستراكت بس، عنوان وابستراكت، وبتبعت لك نسخه منه. اما تبعت لك نسخه منه سيادتك تقوم واخدها ورايح حاططها فين؟ على ريسيرش جيت او على اي مواقع بحث اللي هي زي الفيسبوك او حاجه، اللينكد ان ايا كان، وتبدا الناس تستشهد ببحثك من خلال الموقع ده، يزود السيتيشن بتاعك. لكن انت كده كانك تحايلت على المجله وحصل شكاوي كتير، يعني كان فيها محاكم يعني بيشتكوا بعض، بدا ريسيرش جيت ده كان كلو، يعني يقول لك ازاي ريسيرش جيت يبدا ياخد بحوث مننا ان احنا يعني احنا نشرناها ومقفوله وهو يعرضها بالمجان. بعد كده المجلات العلميه المحكمه المتاحه بالكامل، متاحه بالكامل دي تعرف ليه فلوس، يعني دخلت لقيت اوبن اسس اعرف انك تدفع، فانت حر يعني ليك حريه. لكن ممكن تكون اوبن اسس واي اس اي مفيش اي مشكله، وممكن تكون اوبن اسس واللي بتفكر فيها عالي جدا مفيش اي مشكله، وممكن تكون اوبن اسس ومحترمه جدا مفيش اي مشكله، لكن دي تتوقف انت يعني عندك استعداد تدفع ولا لا. المجلات التقنيه بعد كده ايه دور النشر؟ ممكن اشهر ثلاث دور نشر على مستوى العالم هم الثلاث دور نشر، السيفير وسبرينجر وواي. يمكن لو انا عايز مثلا انشر في السيفير مثلا، دي دور نشر، دار نشر فيها مجلات لا حصر لها. لو دخلت على السيفير مثلا، وطبعا حضرتك ازازيتنا وعارفين كلكم يعني مش يعني انا بتكلم على استحياء والله، لكن يعني هو ممكن لو حد معلومه جديده بالنسبه له يعني معيد محاضر معانا ممكن يستفيد يعني. اه بيفتح لي هنا السفير، بشوف موقع اللي هي العلامه بتاعت السفير، بيفتح لي الموقع بتاعها والاقي عندي هنا فايت ارتكل. لو انا هبحث عن موضوع معين او سبمت يور بيبر، ابعت البيبر بتاعتك او تراك يور ايباد، يعني بتزود ازاي تزود تاثيرك ازاي، يعني بيديك دعم ان انت ممكن تبعت له البحث بتاعك ويبدا يرقعه لك او يعيد لك كتابته او يعيد لك صياغته بالفلوس. تقريبا لو هي صياغه نص نص 150 دولار، لو هي صياغه كامله بتبقى 450 دولار. طب لو قلت له سبميت يور بيبر، انا عايز ابعت البيبر بتاعتي. اه اول حاجه اول خطوه بيجيبها لك يقول لك الجورنال، انت هتنشر في انهي جورنال؟ انا عندي 1000 جورنال، انت هتنشر في انهي واحد فيهم؟ وبعد كده تحضير الورقه العلميه نفسها، وبعد كده انك ترسلها. طيب لو انا قلت له فايند جورنال تحتها، اعطيني فايند جورنال لو انا عارف اسم الجورنال محددا وداخل على اسمه، اكتب له اسمه هنا. طب لو انا مش عارف بقول له ماتش، ماتش يور مانوسكريبت، ماتش يور مانوسكريبت، يعني انا هبدا ادخل له عنوان وابستراكت للبحث بتاعي هنا، هدخل له عنوان وابستراكت للبحث بتاعي، هدخل هنا عنوان البحث وادخل هنا مثلا لو قلت له الافكت مثلا او الامريليتد رول مثلا، وبعد كده هدخل البيبر اللي هي الابستراكت، وبعد كده احدد له المجال اقول له والله لايف ساينس سوشيال ساينس فيزيكس اي مجال انا عايزه. مثلا لو انا مثلا جبت البحث ده مثلا خط الابستراكت ده،
خدت الابستراكت ورحت حطيت الابستراكت هنا كنترول دي خلاص خد الابستراكت وبعد كده اللايف اند هيلث ساينس احدد المجال بتاعي وبعد كده ادوس ليميت يعني خليني بس على اللايف ساينس دي واقول له فاين جورنال اوجد البحث. طلع لي كل المجلات اللي تتوافق مع عنوان بحثي والخطوات اللي انا عاملها او موضوع بحثي وكاتب لي كل حاجه عنها. يمكن اهم حاجه عندي الامباكت اللي انا بركز عليه زي ما قلت لحضرتك. لما اقف هنا على الامباكت يشوف يظهر لي يقف ايه يظهر لي جورنال سيتيشن ريبورت كلاريفيت اناليتكس 2017 الامباكت فاكتور بتاع سنه طبعا في 2019 زي ما قلت لحضراتكم الامباكت فاكتور على اخر سنتين اخر يعني الامباكت فاكتور بيتقاس عدد الاستشهادات في اخر سنه على الابحاث المنشوره في اخر سنتين يعني احنا في 2019 الامباكت فاكتور الموجود بتاع 2017 حلو دي المجله الاولى وبعدين ايه المعلومات اللي عايز يقول السيت سكور السيتيشن بتاعها السكور اللي هو السايت بتاعها طب الفتره عشان تراجعها تقول لي بياخد ثلاثه وبتعطيه كل شيء ثلاث اسابيع طب الاكسبتنس نسبه القبول 29% يعني تقريبا 70% من البحوث اللي بتترفض اللي بتاخدها المجله بتترفض يعني مجله قويه طيب البرودكشن سبيد اللي هي تقريبا 2 ويكس بعد كده الاوبشنال اوبشنال اوبن اسس اوبشنال اوبن اسس هو ده اللي بقول لحضرتك عليه ان انت والله انا ممكن افتح لك بحثك اخليه متاح للسيتيشن من اول يوم 12 بس تدفع فلوس او احتفظ بحق انتفاع لمده 12 شهر دي كلمه اوبشنال يعني متاح ممكن تدفع فلوس طب الفلوس قد ايه؟ $3000 هنا ابدا بقى طب اختار ابعت ولا ابعتش؟ لا ما ابعتش طب انزل على اللي بعدها وهكذا وتبدا تختار المتاح ليه وتبدا تختار المتاح ليك طب اوبن اسس يس اوبن اسس يس يعني لازم تدفع لازم تدفع ما فيش فيها اوبشنال ما فيش فيها اوبشنال اللي هو ال 12 شهر ال 12 شهر مقفول وبعد كده انتهى يعني انا انشر البحث واقفله 12 شهر ليا حق الاستدفاع دي لمده سنه وبعد كده افتحه لك وتدفع $2500 او اوبن اسس خالص اللي هي دي وخلاص وتدفع ولكن مجله محترمه وموجوده في السي في وكل شيء وهكذا بنفس الطريقه عشان الوقت لسه عشان ده وقت حضرتك بنفس الطريقه على كل المجالات ولا تحبوا يعني ان احنا ممكن نتكلم على السبرينجر وعلى الويلي لو تحبوا ممكن نرجع لها تاني عشان بس الوقت بتاع حضراتكم ما نضيعش الوقت. طيب اختيار الدوريات المسابقه اللي هم في الفاكتورز طبعا كونسيدرز سمعه المجله مدى اتاحه الوصول للدوريه سرعه النشر ان انا بختار زي ما شفت الجدول اللي كان متاح مفتوح قدامي دلوقتي ببدا احدد منه المجله دي سريعه المجله دي بطيئه المجله دي يعني خلاص اوريدي انا تمام المجله دي انا هتعطلني ببدا احدد هو كاتب كل شيء نسبه القبول في المجله يعني مثلا نلاقي مجله 29% ابعد عنها ولا اروح لها؟ لا اروح لها ما فيش اي مشكله ممكن لكل البحوث اللي اترفضت دي البحوث كلها فيك او ما تتناسبش مع موضوع المجله يعني الشخص اللي دخل كده عشوائي يعني ما عملش نفس الطريقه دخل العنوان والابستراكت وساب السي في تختار له المجلات اللي تتماشى مع بحثه لا دخل عشوائي عليها وبالتالي بمجرد ما شافت البحث رجعته او التنسيق زي ما قلت لحضرتك يعني مجلات بترفض فقط عشان تنسيق البحث عشان كده مهم جدا تنسيق البحث ومجلات بترفض فقط عشان اللغه لو اللغه ركيكه يعني اللغه اللي مكتوب بيها البحث. فمش معنى ان المجله القبول بتاعها ضعيف يبقى كده المجله بترفض والمجله صعبه ومش عارف لا ابدا مش ده مش معنى ابدا ابدا ابدا. وبعد كده معامل التاثير بتاع المجله طبعا ده اهم شيء. نيجي حاجه مهمه جدا طيب انا ازاي ما اقعش مش عايز اقع في الفخ بتاع المجلات الوهميه. طيب انا بسيطه انا راح افتح لك مجله جميله جدا ومش مجله ده دار نشر دار نشر دار نشر زي دي انترناشونال جورنال اجريكلتشر انفيرمنتال كذا واي اس اس ان وامباكت فاكتور اهو 23% وسايد فاكتور وكل ما تتمناه كل اللي انت عايزه موجود حلو طب ايه المشكله ليه ما نشرش فيها؟ اقول لك خش على الجورنال وخد عنوانه
وحطه في الاس جي ار وراه عليه. شوف حضراتكم ادى العنوان انترناشونال جورنال اوف اجريكلتشر، اخذ نسخ وبعدين اروح على الاس جي ار. انا الاس جي ار بكتب بس مجرد اس جي ار سايمو سايماجو جورنال اند كانتري بس، يفتح لي الصفحه دي. مجرد بحط البحث هنا، مجرد بحط اسم المجله هنا واقول له والله ابحث عن المجله دي، هيقول لي سوري نو ريزلت ورك اوت، والله المجله فيك. اوه كل دي فيك؟ ايوه كل دي فيك، كل دي فيك وموجوده والناس بنشوف فيها ويدفعوا فيها فلوس. حلو. طيب مثال ثاني، لو انا دخلت على دي دار نشر، دار نشر يمكن دي درجه حتى كانت في المملكه في اول السنه في اول السنه دي او في الترم الثاني في السنه اللي فاتت على موضوع امكس بتاع كندا اللي هي المجلات الوهميه واللي ناشر فيها اعضاء عدد مهول من اعضاء التدريس في السعوديه، ويعرف الفخ ده. انا دار نشر فيها جورنال عده مجلات، عده مجلات مش مجله واحده. يعني شوف البريتش جورنال اوف ميديسن اند ميديكال، شوف كذا جورنال وفوليوم. لا مش بس كده، وعامل لك امباكت فاكتور كام؟ 31. اصلا اول ما تشوف امباكت فاكتور كده تعرف ان هي فيك. امباكت فاكتور 31. تاخد اسم المجله كنترول سي وتروح على الاس جي ار وتحط له اسم المجله وتقول له كنترول في وتقول له ابحث عنه شوف لي المجله دي. اه يقول لي سوري ريزلت نو ريزلت. طب حلو، يعني المجلتين يعني دي نشر ومجله فيك ولا حاجه وموجودين والناس بتدفع وبتنشر فيه. طيب لو انا مثلا عايز، خلاص احنا جبنا امثله سيئه يعني امثله لمجلات مش موجوده، طيب هات لي دي، هات لي المجله دي مثال ثاني لمجله موجوده فعلا او مجله مش فيك. مثلا زي المجله دي، النت بعيد شويه معلش. المهم المجله اللي لو دخلت اسمها على الاس جي ار هيطلع لي، ويطلع لي الامباكت فاكتور بتاعها، ويطلع لي كل حاجه عنها. ننقل بعد كده على الاخلاقيات النشر في الدوريات العالميه. اخلاقيات النشر في الدوريات العالميه يمكن احنا كلنا عارفينها، الدقه، الاصاله، الامانه العلميه، اخلاقيات التعامل. اه هي دي اللي هي لجنه الاخلاقيات البحث العلمي اللي موجوده في الجامعات العربية حديثا، يعني ما كانتش موجودة عندنا قبل كده، قبل ما نهتم بموضوع النشر الدولي. بعد كده الاسينيتي والاكيرسي. الاسينيتي طبعا كلكم عارفينها نوت فابريكيشن، الفرق بين الاسينيتي والاكيرسي انك ما تفبركش. الاسينيتي انك ما تفبركش نتائج، يعني مثلا ما يظهرش عندك النتيجة مثلا 10 وتقول لا طب عشان اظبطها خليها 12 او خليها 13. الدقة يمكن هي دي الدقة في كتابة النتائج، يعني حضراتكم كلكم ناشرين وعارفين يعني ازاي البحث ممكن يتفرج او ازاي ممكن يتحط بامان. بعد كده الاوريجينيتي اللي هي الاصاله، ان البحث بتاعك يعني يكون اصيل، يعني يكون فكره اصيله ما تكونش انت اخذتها من حد ثاني. اه هو ده الايسنتيكيت انترنت ان بلاجريزم. البلاجريزم ده انا عن نفسي، يعني غير مقتنع بيه. يعني ما اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقول الكلام اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قاله بالظبط ولا ما قالوش؟ يقول لك لا الحديث والقران غير البحث. طب ايه الفرق؟ انا بقول فلان سد، محمد سد، اقول الكلام بتاعه اللي قاله بالظبط ولا ابدا اقوله بطريقتي؟ طب ما انا ممكن ما اقوله بطريقتي اغير المفهوم منه او اغير المقصود من البحث. لكن عموما العالم كله اتفق على البلاجريزم وقال لك سرقه علميه. طب لو هو سرقه ممكن مجلات تسمح بنسبه، لو انت بتسمح بنسبه يبقى مش سرقه، لانه لو سرقه يبقى كله مش مسموح به. فهي المجله تسمح مثلا ب 10 كلمات متتاليه، مجله ثانيه 25 كلمه متتاليه، مجله ثانيه في مجلات لحد النهارده ولا موضوع البلاجريزم ولا تعمل له اصلا بلاجريزم. واللي انكت من كده اصلا انك ممكن تعمل بلاجريزم على الايسنتيكيت وترنت ان. يمكن احنا عندنا هنا عندنا في جامعه ام القرى ترنت ان وتروح تعمل لهم
بلاجريزم على جوجل العادي، على برنامج بنبو 3 يعني بنبو بلاش، يطلع لك بلاجريزم بعد الترند. فهي المعامليه يعني مش دقيقه، المهم انك يعني انا مقتنع انا بالنسبه لي، لكن قناتي طبعا لا تمثل شيء، العالم كله اتفق عليها خلاص، يعني الموضوع منتهي، موضوع البلاجريزم ده خلاص يعني انتهى. في برنامجين معترف بيهم دوليا، الاثنتيكيت والترند ان، والله لازم اي بحث هتنشره دخلوا عليهم. وبالنسبه اللي تسمح بيها المجله، عايز مثلا نسبه عاليه، نسبه دقيقه، مثلا 3 كلمات متتابعه يطلع لك بلاجريزم. يعني تخيل انك ممكن مثلا 3 كلمات، تخيل مع 10 كلمات كويس شويه، 25 كلمه ده انت خد راحتك خالص، يعني ممكن تلقي الكلام زي ما هو. ف يعني نسبه، فهي لو هو استهلال او سرقه زي ما بيقولوا، او انتحال زي ما بيقولوا، ما كانش يبقى في نسبه. لكن هي بيقول لك انك تاخد الكلام وتعمل له ريفريزنج وتعبر عنه بطريقتك، وهو ده حضراتكم كلكم عارفين واساتذتنا. بعد كده التعامل، اللي هي طرق التعامل مع الحيوانات، لازم يبقى طرق التعامل بتاعتك، يمكن احنا اغلبنا يعني عندنا يعني يقول لك حقوق الحيوان وكده بره، مجرد بس انك تكتب ايثيكال كوميتي وخلاص، مجرد انك تكتب ايثيكال كوميتي، يعني بالنسبه لنا للاسف الشديد يعني احنا برضه يعني مجرد انك تكتب تبع ايثيكال كوميتي، لكن للاسف الشديد احنا عندنا في الانيمال هاوس ما بنتبعش اي ايثيكال كوميتي. ده بالنسبه لنا، بالنسبه لي او بالنسبه لنا يعني عموما يعني في المعمل، يعني بنشتغل على طول زي ما اتعودنا يعني. لكن هي بيبقى لها خطوات وطريقه وطريقه تعامل وامان، يمكن ده الايثيكال كوميتي مهمه جدا بالنسبه للانسان يعني، لان في كلام مفروغ منه. لكن الحيوان هو ده المشكله فيه في العالم العربي بتاعنا، هو الحيوان، التعامل مع الحيوان او طريقه التعامل مع الحيوان. طيب البحث طبعا زي ما حضرتك كلكم عارفين بيبقى من الاوثر للايديتور للريفيور، يعني انت بتبعت للايديتور للناشر، وبعد كده بيبعته للمحكم، والمحكم يرجع له للناشر، وبعد كده يرجعه لك، وهكذا بتفضل الحلقه دي. التكنيكال سكريننج بيبص عليه الاول لشكله العام عموما، لشكل البحث العام، بعد كده الريفيجن بيبدا يلقح البحث ويظهر لك طبعا الملاحظات بتاعتك لو كانت ملاحظات. طبعا القرار، القرار بتاعك اما اكسبتد از از وده نادر يعني، او اكسبتد افضل منه ريفيجن، مراجعات بسيطه وده كتير موجود، او اكسبتد افضل ميجور ريفيجن يعني مراجعات جذريه، او ربنا يكفينا الشر اللي هو ريجكتد او ريسبمتد او ريجكتد خالص. بروف ريدنج اند ايديتنج، لازم تبقى تقرا البحث كويس وتراجعه كويس، وريدنج جنرال وهكذا، كل الكلام اللي حضراتكم عارفينه. ومعامل التاثير اتكلمنا عنه، اتكلمنا عنه جورنال اوف جريد ساينس، اين اجد معامل التاثير المجلات وما الجهه المربوطه بها، ازاي ان انا اجده. في عندنا موقعين، الاي اس اي ويب اوف نولج ان انا اجد عليها، وممكن الاس جي ار على فكره، الاس جي ار خلاص هو حل كل المشاكل، وجورنال سيتيشن ريبورت اللي هو 2017 اللي هو نازل، اللي موجود اصلا الموجود. كلاريفيت اناليتيكال يعني مجرد ما تقف على الامباكت فاكتور زي ما قلت لحضراتكم، بمجرد ما اقف على الامباكت فاكتور بمجرد ما اقف على الامباكت فاكتور بتاع المجله، شوفوا حضراتكم هنا مجلات في السفير وملهاش امباكت. المجله دي حاجه من الاثنين، يا هي لسه مفتوحه جديده، يعني مفتوحه من اقل من 3 سنين عشان ما لهاش امباكت فاكتور، يا اما المجله فعلا ملهاش امباكت، المجله ضعيفه. يعني مش معنى ان المجله ملهاش امباكت فاكتور تبقى مش موجوده في السفير او ما هيش معترف بيها وتحت السلم، لا لا ابدا. يعني المجله مش معنى ان هي مالهاش، نشوف مجلتين ما لهمش امباكت، مجلتين ما لهمش امباكت فاكتور. طيب اللي لها مجله امباكت فاكتور اقف عليها هيقول لي ايه؟ جورنال سيتيشن ريبورت اهو، ده الموقع الاولاني، او كلاريفيت اناليتكس، اول ما اقف عليه الاقي ايه؟ طيب المجلات الوهميه اللي انا قلت لحضراتكم عليها من دلوقتي من شويه، المجلات الوهميه انا قفلتها للاسف، لو جت معايا حضراتكم؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الاستاذ المسؤول عن القاعه موجود ولا لا؟
السلام عليكم. السلام عليكم. زي ما قلت لحضراتكم، من هنا اجري بتفكر ان انا على طول اخش على الاس جي ار، والاس جي ار هيعطيني المجله اذا كانت موجوده ولا مش موجوده، ويقول لي الفاكتور بتاعها كام. طب الاتش اندكس زي ما قلت لحضراتكم هو علاقه ما بين السيتيشن والبيبر، ما هيش ما بتنحسبش لا اسمه ولا ضرب، لا ده علاقه خطيه متوسطه، علاقه خطيه متوسطه ماشيه من الاثنين، يعني هنا عدد الابحاث وهنا عدد السيتيشن، وبياخد المتوسط بينهم بيطلع الاتش اندكس. عشان كده مهم جدا موضوع السيتيشن. يمكن لو احنا حبينا نتكلم على ازاي نعود ان انا ازاي ازود السيتيشن بتاعي، زي ما قلت لكم ليا مواقع التواصل البحثي، فيسبوك بوست. ايه فيسبوك بوست؟ حضرتك كلكم عارفين ريسيرش جيت ده اكبر واحد، ريسيرش اي دي، اوركيد، لينكد ان، اي حاجه ابدا احط عليها ابحاثي وابدا اعرف نفسي، اعرف المشاريع للناس، ابدا اعمل فولوينج للناس ان هم يعملوا الفولوينج، ان هم يستشيروا ابحاثي، انا استشير ابحاثهم وهكذا. او سيلف سيتيشن. سيلف سيتيشن انك تستشير بوست سابقه ليك في بوست جديده، بيتحسب لكن بنسبه، يعني برضه بيتحسب لكن بنسبه اقل من السيتيشن لناس، يعني ناس ثانيه عامله لك سيتيشن اتش اندكس. بس ده مجرد ان احنا بنتكلم عن الاتش اندكس. الاتش اندكس المعترف بيه عالميا زي ما قلت لحضراتكم موجود في الموقع اللي الاي اس اس اي اوف نولج او الببلشر او سكوبس داتا بيز. سكوبس هنتكلم عنها بالتفصيل دلوقتي. طرق زيادة الاقتباس زي ما قلت لحضراتكم جوجل سكولر، ريسيرش جيت، اكاديميا، اوركيد، وهكذا، كل مواقع التواصل البحثي، فيسبوك وفيسبوك. طيب في واحد يقول لي والله انا عندي مثلا في ريسيرش جيت الاتش اندكس كذا وطلع لي في سكوبس اقل، انهي واحد فيهم المعتمد او السكوبس؟ طيب والله انا عندي 10 بحوث في جوجل سكولر او في ريسيرش جيت، واجي اخش على سكوبس يطلع لي 3 بحوث، يبقى انا عندي كم بحث؟ اقول له عندك 3 بحوث معترف بهم دوليا ومعترف بيهم في الجامعه بتاعتك ومعترف بيهم في كل مكان. طب والابحاث الثانيه فين؟ ولا شيء، مش موجوده في قاعده البيانات العالميه المفارسه المدرجه، خلاص انتهت ولا كانه شيء، ما عادش مالوش وجود اصلا. هنتكلم دلوقتي على سكوبس بالتفصيل. لو احنا هنا دخلنا انت سكوبس، حضراتكم كلكم عارفين ان احنا بنخش منين؟ بنخش من على موقع الجامعه، من على موقع الجامعه من الاس تي اي الاس تي دي اف، يعني لو دخلنا على الجامعه عندكم، مش عارف الجامعه عندكم نظامها ايه، يعني احنا بنخش على عماده شؤون المكتبات، وعماده شؤون المكتبات تدخلك بعد كده على قواعد المعلومات الاجنبيه، وبعد كده قواعد المعلومات الاجنبيه تدخلك على الاس تي دي اف، وبعد كده وهكذا. الاس تي دي اف بعد كده تخش هنا على سكوبس. يعني مثلا هنا لو احنا حبينا كده بالتفصيل، لو احنا حبينا نجيبه بالتفصيل، لو كتبت يوتيوب جامعة أم القرى، بس معرفش جامعة الملك خالد، خلاص خليني أبدأ أخش على الكليات، إدارة الجامعة، العمادات، عمادة شؤون المكتبات. دي الطريقة اللي تدخلك على قاعدة البيانات، يعني دي الطريقة اللي تدخلك على قاعدة البيانات وتبقى متاحة ليك، لأن كل الجامعات مشتركة فيها. قواعد المعلومات، تخش على المكتبة الرقمية السعودية، وهو ده الطريق الوحيد، وهو ده الطريق الوحيد اللي يدخلك على كل البيانات اللي أنت عايزها. لو طب واحد يقول لي طب أنا كتبت سكوبس من بره ودخلت، ولا شيء، كل حاجه مقفوله عليك لانه مش متعرف عليك. هو متعرف عليك، هتشوفه دلوقتي متعرف عليا كان انا واحد من المشتركين. قواعد المعلومات الاجنبيه، بعد ما اخش ادوس حرف الاس، بعد ما ادوس حرف الاس اخش على ادور على سكوبس السفير. سكوبس السفير بمجرد ما يفتح سكوبس السفير كان الدنيا كلها خلاص بقت قدامه.
كل البحوث تقريبا معظمها، يعني ما حدش يقول لي مجله النيتشر مش موجوده في سكوبس، لا مش الدنيا، مجله واحده هي صحيح مجله كبيره وعريقه ومحترمه وكل شيء، بس هو مش نهايه الدنيا يعني، مش نهايه الدنيا يعني، حتى كل الاحصائيات اللي بناخدها بناخدها من هنا، كل الاحصائيات اللي بناخدها بناخدها من هنا. اقول لوجين، اه شوف هنا حديد لي، بيقول لي ام القرى يونيفرستي ولا سعودي ديجيتال لايبراري، اقول له ام القرى يونيفرستي واقول له كونتينيو، واقول له ريمبر مي واقول له كونتينيو. يعني يقول اختار تشوز اورجانيزيشن، اختار المنظمه بتاعتك الاولى. حلو، ايه لما يفتح لي ايه اللي قدامي ده؟ اول حاجه سيرش، السيرش ده ممكن تبحث على دوكيومنت على يعني ورقه علميه بعنوان معين، ممكن تبحث عن اوثر، الاسر ده برضه يجيب لك كل تاريخه اللي انت عايزه من يوم ما بدا ينشر. ممكن تبحث على الافليشن، على الانتماء، وهو ده اللي انا مركز عليه، الانتماء، هجيب كينج خالد اشوف النشر العلمي فيها عامل ازاي. وممكن تلاحظ ادفانس المتطور يبدا برضه يجيب لك، طبعا هقول له الافليشن الانتماء. الافليشن او اقول له الافليشن نيم، اقول له كينج خالد. اقول له كينج خالد، هو مجرد ما اكتب اول كلمتين هتظهر لي على طول. او كينج خالد يونيفرستي ميديكال كوليدج، كليه الطب. للاسف انتوا عندكم الناس لما بتنشر يعني ايه بينشروا، ما يكتبش كينج خالد يونيفرستي، يكتب كينج خالد ويلزق فيها المؤسسه بتاعته، وبالتالي هو ما يقراها، يقراها زي ما هي، ما يعرفش بقى الاثنين دول منظمه واحده. يعني شوفوا عندكم كام واحده، كينج خالد ميديكال كوليدج، كينج خالد ابها سعودي عربي، هي دي الجامعه الام، هوسبيتال، هوسبيتال الرياض، كينج كله كينج خالد. لا انا هقول له افهم، اقول له سيرش، حلو فتح لي كينج خالد يونيفرستي وكتب لي هنا كل الافيليشن اللي ممكن تكون موجوده، يعني كينج كل الافيليشن اللي هو بحث عنها ودور عليها والآن. قال لي والله انا دورت كينج خالد يونيفرستي، دورت كينج خالد يونيفرستي اللي هو ترى هتبقى في كتابه، في كتابه الحروف بس او المسافات، كينج خالد يونيفرستي كوليدج اوف دنتستي، كليه طب الاسنان. خلاص الثلاثه دول معايا، طالما الثلاثه دول معايا ما اخدش بقى اللي تحت، لا اخد اللي فوق، اخد العدد الكبير اللي هو 7190 بحث. عدد الاسر عندكم 1620 اسر، على فكره الاسر ده لو دوست عليها برضه هيحلل لي الاسر، هيجيب لي كل اللي انا عايزه. طيب بمجرد ما بص على ال 7190 بحث دول ظهروا لي كلهم. طب انا عايز منهم ايه؟ اكيد انا مش عايزهم كلهم، انا بس عايز اعمل تحليلات احصائيه. عايز اعمل تحليلات احصائيه، اظل الاول. بيقول لي هنا اسس طيب في منهم 1863 اسس طيب يعني مفتوحه اوبن اسس يعني متاحه، وفي منهم 5627 بحث مقفولين. وده معناه ان هي منشوره ببلاش، منشوره بالمجان، وده حاجه كويسه ان هي منشوره بالمجان. والاوبن اسس ده منشور بالمز... او عدى عليه السنه، عدى عليه ال 12 شهر واتفتح بعد كده. طيب 2019 عندك 193 بحث منشور عندكم، 193 بحث السنه دي. 2018 منشور عندكم ما شاء الله 956 بحث. 2017 599 بحث وهكذا، كل اللي انت عايزه. عايز سنه واحده بتحددها، لو عايز كلهم بتحدد اول وبعد كده بتقول له انلايز. حلل، حلل النتائج. مفيش قاعدة بيانات في العالم هتديك الطريقة دي غير سكوبس. مفيش قاعدة بيانات موجودة في العالم تديك الطريقة دي غير سكوبس. بتديك كل اللي انت يعني كل اللي انت عايزه في البحوث تديه لك. الا حاجة واحدة انك تجيب الشهور، بالشهور دي مش موجودة عليها، يعني تحدد بالسنين. شوف من سنة 84 عندكم نشر، احنا عندنا من سنة 82، من سنة 84 موجود، مجلات شوف من سنة 84 موجود. دوكيومنت طيب، دوكيومنت تحليل الدوكيومنت بالسنين، هو بس بيحملها يظهر لك عدد الابحاث في السنين، هيطلع طبعا كيرف، هذا الكيرف عدد البحوث المنشوره من سنه 84 لغايه سنه 2020. طب ايه كمان؟ بتديني دوكيومنت باي يير باي سورس لكل بالمجال، يعني اوثر، اوثر لو انا دست عليها يعني بيديك عدد الابحاث المنشوره كل عدد، اعلى عضو انت لسه عندك اسمه السحيمي اي جي، السهام اي جي ده اكثر اوسط تقريبا عنده 184 بحث، ويحيى اي اس 176 بحث.
طيب والله دكتور سحيمي ده يقول لي ده انا عندي اكتر من 250 بحث. اقول له والله يا دكتور المعترف بيهم دوليا اذا ما كانش واحد في النيتشر هو 184 بحث، 184 بحث، وهكذا يحيى وهكذا كل العضو الحز... ويجيب لك كل اعضاء هيئه التدريس اللي عندكم موجودين، كل اعضاء هيئه التدريس اللي ماشيين موجودين بعدد البحوث بتاعتهم، تفضل لازم تشوف الدورة تشوف وتعرف انت عدد البحوث بتاعتك المعترف بها دوليا وفي الجامعه بتاعتك. طيب ايه كمان؟ بيجيب لك كمان البلاد اللي شاركت جامعه الملك خالد، مصر يعني تحط اسم مصر على البحوث مع جامعه الملك خالد في 1442 بحث، الهند 509 بحث، امريكا 378 بحث، يعني الشخص اللي كتب الافيديشن بتاعه كتبه ان هو يا اما من امريكا يا اما كتب الاثنين، انا من مصر وكاتب الاثنين، جاي كاتب ابها وكاتب مصر، كاتب او كاتب ان انا واحد من مصر انت مشاركه من بره كاتب مصر. فبيجيب لك كمان عدد الجامعات المشاركه، كل شيء يعني كل اللي انت تتخيله في قاعده بيانات رهيبه، يعني قاعده بيانات ولا اروع، سكوبس معروفه دولي. بعد كده بيجيب لك انواع البحوث، انواع البحوث يقول لك شورت سيرفي، نوتس كام واحده، اديتور، اديتوريال، وهكذا كل الليتر، ارتكل، كونفرنس، مؤتمرات. واحد يقول لي طب في دكتور مؤتمرات نورس؟ اه في مؤتمرات نورس، وهي المؤتمرات المعترف بيها برضه، يعني ممكن تشارك في مؤتمر ويدفع فلوس وتسافر، حاجه من الاثنين، يا انك رايح مثلا فور فن خلاص يعني ما تزعلش عشان فلوس، يا انت رايح عشان البحث بتاعك يكون يتنشر في المؤتمر، يبقى لازم تتاكد ان المؤتمر اللي انت رايحه موجود في سكوب، يعني تتاكد لو انت رايح لغرض النشر لازم تتاكد انه موجود في سكوب، لو انت رايح فور فن خلاص دي حاجه ترجع لك ريفيو. بعد كده دو السبجكت، السبجكت اريا، السبجكت اريا يعني مجال البحث، مجال البحث عندكم ميديسين اعلى حاجه 34.7%، 34.7% للطب لوحده، الزراعه، الزراعه 2.5% اقل شيء الزراعه، ثم كل شيء 3.3 وهكذا كل شيء. وبيقول لك هنا عدد البحوث، الميديسين لوحده 3757 بحث، هي يعني فرق بينه وبين اللي يليه اضعاف 984 بحث، نتيجه ساينس وهكذا، بايك مستر جينيتكس كل شيء. ده موقع سكوب، ده موقع سكوب اللي هو تابع لدار نشر السفير، اكبر قاعده بيانات على مستوى العالم، اكبر قاعده بيانات على مستوى العالم هي سكوبس، وهي تقريبا معترف بيها. بس لو في يعني هو ده بس سريعا مجرد الورشه العمل بتاعنا ضايق، المفروض يتخللها مناقشات، يتخللها شيء، لكن انا طبعا قاعد اتكلم انا يعني فقد التواصل معكم للاسف الشديد، فمش عارف اذا كنتوا انتوا معايا ولا في مشكله في التواصل ولا خلاص تمام كده ولا ايه. فلو في اي اسئله ممكن تكتبوها او اي حاجه كده، اي سؤال مش عارف بس بالمستقبل. في أي سؤال؟ ممتاز، يعطيك العافية دكتور. ممكن نهاية الندوة تأخذ أسئلة الحضور يعني عشان يخدمك الوقت أكثر في الشات؟ فين الأسئلة؟ طيب ممكن يكتبوها، أنا فتحت الشات، ممكن يكتبوا الأسئلة بتاعتهم وأنا أرد عليها على طول. أي ممكن. طب اكتبوها، لو في حد عنده سؤال اتفضل يا إخوان، لو في حد عنده سؤال أي استفسار اتفضل. ايوه زي ما قلت لحضرتك، تدخل اسم المؤتمر على سكوبس، تدخل اسم المؤتمر على سكوبس وتشوفوا اسمه موجود ولا لا، سيرش زي ما يعني ازاي نتاكد ان المؤتمر موجود في سكوبس ولا لا، زي ما قلت لحضرتك تخش على سكوبس وتدخل سيرش بحث، بدل ما انا عملت بالافليشن بحثت بالانتماء، لا انا هبحث بالسورس، هبحث بالمصدر. يعني مثلا الشاشه يمكن واضحه قدام حضرتك مش عارف الشاشة السورس، هبحث هنا سيرش، اعمل سيرش. بحث. والله انت عايز تبحث عن ايه؟ حدد لي انت عايز تبحث عن ايه؟
الدوكيومنت بالاوثر ولا بالفيرست نيم ولا بالسورس تايتل ولا بالابستراكت ولا كيبورد افيليشن الفاندنج ايشو اي اس اس ان كود ريفرنس كونفرنس كونفرنس. شوفوا حضراتكم كونفرنس خلاص انا عايز ادور على كونفرنس وادخل اسم الكونفرنس هنا واسم المؤتمر ادخل اسم المؤتمر وادي السيرش ظهر لي وانا ناوي ان انا رايح للنشر توكلت على الله ما ظهرش وانا بعد كده انت لك حريه الاختيار لو رايح بقى للاستمتاع خلاص روح مش رايح ده عشان بلاش منه تدخل كونفرنس من بعد على سبورتس تتاكد على طول انه موجود ولا مش موجود وعلى فكره المجلات برضه كل شيء ممكن تتاكد عليه يعني بس المجله اسهل لك اس جي ار اسهل لك اس جي ار كمان عشان تتلافى بعض المجلات اللي مش موجوده في سكوبس ومعترف بيها بعض المجلات اللي مش موجوده في سكوبس ومعترف بيها زي ما تحضركم مجله النيتشر يعني في مجلات عشان واحد ما يقوليش طيب يعني هو سكوبس وبس لا سكوبس يعني قول 99% من مجلات العالم المعترف بيها 99 وشويه كمان من مجلات العالم المعترف بيها في سؤال ثاني يا اخوان ايوه معامل التاثير العربي كويس انت فكرتوني ان انا اتكلم عليه انا نسيت بصراحه اتكلم عليه معامل التاثير العربي شوفوا في مجلات لكن مجلات العلوم الاجتماعيه يعني في مجلتين علوم اجتماعيه موجودين في سكوب علوم اجتماعيه وبالعربي لكن وفي بالانجليزي سوشيال ساينس لكن الدراسات الاسلاميه اعتقد ان هي انت هتروح لمعامل التاثير العربي ايه معامل التاثير العربي انا كنت اشرت ليه هنا في الباور بوينت لكن والله مش عارف راح فين اختفى ولا ايه يعني عشان اخش على الموقع مباشره معامل التاثير العربي اخلاقيات النشر معامل التاثير العربي المهم في مجموعه من الباحثين العرب اتجمعوا وعملوا قاعده بيانات يعني حاولوا يحاكوا سكوبس عملوا قاعده بيانات اسمها معامل التاثير العربي يعني بداوا كده يعني على استحياء يعني كده يعملوا معامل ده حتى في 2005 تقريبا لسه جديد معامل التاثير العربي معامل التاثير العربي عرب امباكت فاكتور وحطوا في مجلات يعني خاص بالمجلات اللي بتصدر باللغه العربيه معامل التاثير العربي وحطوا عملوا له تقرير كل سنه بالمجلات اللي هي ايه المجلات اللي هم معترفين بيها هم مجلات معترفين بيها لكن العالم معترف بيها لا لكن طب انا راجل بنشر بالعربي اما انشر في مجله موجوده في الارب امباكت فاكتور احسن ولا مجله بره لا انشر في مجله موجوده في الارب امباكت فاكتور كاتب لك اسم المجله وكاتب لك اسم المجله باللغه الانجليزيه والاي اس اس ان بتاعها والبلد الموجوده فيها ومعامل التاثير بتاعها هل ده معترف بيه؟ لا يعني طب ده يفيدني احسن ما منشور هنا احسن منشور في مجله تحت السلم زي ما بيقولوا او مجله مش موجوده مجله وهميه او مجله بس مجرد ان هي عايزه تحصل فلوس بس وخلاص والتقارير بتاعتها والقائمه وكل شيء اللي انت عايزه المجلات اللي انت درست على المجلات وده تقرير 2018 من المجلات الجديده لان يعني كل سنه بيخشها مجلات وبيطلع منها مجلات مجله كليه التربيه مجله العماره والتخطيط دراسات علوم شرعيه شرع قانون مجله كذا كل المجلات اللي انت عايزه اللي موجوده داخل معامل التاثير العربي والامباكت فاكتور العربي بتاعه معترف به دوليا لا معترف به عربيا حتى عندنا ناس ممكن يقول لك وين يبص يعني حتى عندنا يعني انت مثلا تروح تترقى تقول والله ده الامباكت فاكتور بتاع العربي بتاعها مثلا واحد ونص واحد بتاع ممكن يحترمه ممكن ما يحترموش لان هو للاسف هو مش عارف هي يمكن عندنا عوده الخواجه زي ما بيقولوا عندنا عوده الخواجه دايما كل حاجه من بره هي الكويسه يعني دايما كل حاجه من بره هي طالما مش معترف بيها من بره خلاص احنا اللي عاملينها لا طالما العرب اللي عاملينها مش معترف بيها وفي ناس تحترم كل المجلات اللي انتوا عايزينها يعني ده معامله تسعير الناس اللي تنشر عربي تنشر في مجلات هنا احسن ما تنشر بره احسن ما تنشر بره او يشوف اللجنه العلميه بتاعتها يمكن حضرتك تعرف اللجنه العلميه للترقيات اي مجلات هي بتفضلها لان في للاسف الشديد يعني لجان علمية يعني يقول لك خلاص هي المجلات دي او المجلات اللي انا معترف بها دي يعني حتى لو جبت له مجلة من هنا من مجلات معاملة التأثير العربي دي يقول لك لا ده مجلة مثلا مجلة بس غلط تحاول تاخد فلوس بس
في حد عنده سؤال تاني يا أخوي؟ أيوه. لا تخصص الرصاص مش موجود للأسف الشديد، مش موجود في سكوب للأسف الشديد. هو مجلتين علوم اجتماعية تقريبا، مجلتين علوم اجتماعية بس. للأسف الشديد الرصاص الإسلامية مش موجودة في سكوب. حد عنده سؤال تاني؟ خلاص نختم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أتمنى أن المحاضرة يعني تكون لاقت يعني إعجاب سعادتكم، ولو أي شيء ممكن تواصل إن شاء الله من خلال الإيميل، من خلال التليفون، حتى أي حاجة تحت أمرك أي شيء إن شاء الله. وفرصة سعيدة، وسعدت بلقائكم بصراحة، يعني سعدت بلقائكم.